تعاني تعز كباقي المحافظات الأخرى الإهمال وتردي الخدمات وفي مقدماتها الكهرباء والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي جراء خروج محطة عصيفرة عن الخدمة منذ 9 سنوات. محافظ تعز أصدر الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد متطلبات استكمال تشغيل محطة كهرباء عصيفرة، ووجه المدير العام لمؤسسة الكهرباء والمدير العام للمحطة بمباشرة أعمال التنظيف والصيانة والإصلاح للمحطة والشبكة. اليوم وفق ناشطين باشرت اللجنة على الانتهاء من مهامها في المحطة، ونزلت الفرق الهندسية للقيام بأعمالها الفنية في المدينة، كما توضح المشاهد التي ترونها أمامكم الآن. إذن اليوم وصلت بعض المولدات الكهربائية لتشغيل المحطة تدريجياً، أحدث ذلك فرحة عارمة في أوساط المواطنين، ومنهم الناشط نايف الوافي الذي كان دائماً يناشد السلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشغيل الكهرباء عبر هاشتاج تعز طافي. نتابع. التشغيل التقريبي لمولد احد المولدات 5.5 ميجا بعد عصيفرة. ايوه انا اشكر امي. يا سلام. تفاعلات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي، اختر لكم منها او تحت هذه التفاعلات كانت تحت هاشتاج شتلصي وتعز طافي، اختر لكم منها امين والذي قال في تغريده على منصه اكس: محطة عصيفرة بتكاتف جهود كل الشرفاء ولعت بداية الغيث قطرة. أيضا عبد الواحد كتب قائلا: لأول مرة منذ 9 سنوات حوش محطة كهرباء عصيفرة بتعز الحبيبة يولع بالضوء العمومي، باقي المنازل بتكاتف السلطة والمجتمع، إيش تتصلح البنية التحتية للكهرباء وإيش تلصي. المدرب طلال علق في منشور على فيسبوك قائلا: تظل الكهرباء الحكومية هي الرهان الحقيقي والتحدي الأكبر أمام السلطة المحلية وأمام المسؤولين الذين ينتمون لتعز في الرئاسة والحكومة والبرلمان.